معي على الهاتف ايضا السيد نقيب المهن التمثيليه دكتور اشرف زكي. يا دكتور اشرف، انا كنت بعمل لك مناشده منذ قليل. يا فندم تحت امرك، تحت امرك. ولسه الاستاذ طارق برضه تاخير الاول، لما انا لازم امسك عليكم الاول. معانا هند واستاذ طارق الشناوي. منورين، منور يا استاذ طارق ومنور يا هند. الله يخليك. يعني كان معانا مكالمه كده من الاستاذ فكري صادق، وهو يعني راضى هند واعتذر لها وكذا وقال لها حقك عليا، فانا قلت يعني الصلح خير. ويا دكتور اشرف ارجو من حضرتك بقى ان موضوع التحقيق ده يتقفل، واستاذ يعني فكري برضو ممثل كبير ويعني له قيمه، فيعني خلاص يعني صلح خير بقى يا دكتور اشرف ان شاء الله باذن الله. وبس انا عايز اسمع من هند انها يعني الاعتذار ده يعني ارضاها. انا كنت قاعد معاها امبارح للشباب، بس احنا كنا قاعدين مع بعض لقصه تانية خالص يعني. طيب وماله؟ لا اقصد يعني انت يعني قابلتي اعتذار الاستاذ فكري؟ قابلت اعتذار الاستاذ فكري ان شاء الله. وطيب يعني خلوني انا برضو يعني هقعد بكره مع مجلس النقابه واشوف كل الاطراف، لان في اطراف تانية برضو دخلت الحكايه، وان شاء الله تعدي الازمه على خير. وبشكر الاستاذ لميس وبشكر الاستاذ طارق الشناوي، لان الحقيقه برضو كان في مكالمة بيني وبينه، ويمكن هو كمان كتب ده، برضه بيحاول احتواء هذه الأزمة، وخاصة إن يعني أستاذ فكري بجد بأمانة يعني أنا ما شفتش يعني طول فترتي في النقابة ما شفتش منه حاجة يعني، فهو خطأ يعني والراجل اعترف بيه وبتاع. فأنا هعرض الموضوع بكرة على مجلس النقابة إن شاء الله الساعة 10 بالليل، وإن شاء الله أتمنى بإذن الله المواضيع تخلص بإذن الله. أنت تمام؟ انا بصراحه ربنا انا عشان انا مش بنضغط عليك. لا خلاص، محدش يعرف يضغط عليا، انت صاحبه القرار، محدش يعرف يضغط عليا. لا، هو انا بفكر في الموضوع بشكل تاني، انه انا هيجي عليا يوم هبقى محتاجه كل بني ادم زعلته يسامحني، فانا بقدم الستر يعني مع ربنا بس مش اكتر. والله فعلا هي قلبها ابيض، قلبها ابيض. طب مش قوي، لا تربيه سعيد صالح، انا مش قلبي ابيض قوي برضو، بس انا لقيت ان فعلا وانت بتتكلمي قلبها ابيض يا دكتور اشرف، وانت عارف دي تربيتنا، دي تربيتنا هندي دي صح. لا، والاستاذ فكري بيتكلم كان باين ان هي حتى صعبان عليها، هي اتأثرت جدا والله. انا عارفه ان الموضوع مش مترتب له، مفيش مشاكل بينهم تخلي يعني هي الحكايه. انا اتخضيت يعني، وانا اتخضيت، انا عارفه يعني حسيت بيكي والله. لحظه يعني غلط شفتي؟ والله لا، فاهم لحظه كده، لحظه يعني انفلات وخلصت، ما حصلش حاجه. وكفانه اتصل وقدام الناس دي عندي خلاص، اصل يعني مش هنذبح الناس يعني. شكرا يا دكتور اشرف. انا برضو يعني قبل ما اقفل بس يعني محتاج اكلم كل الاطراف، وبكره اعرض على مجلس الاداره واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وانا بشكرك جدا، بشكر استاذ طارق ويا هند، هقعد معاكي ان شاء الله باذن الله. حاضر، كنا قاعدين في موضوع تاني. لا، ما انا عارفه، انا جايه، انا فين، انا معاكوا. انا قاعدين عشان شعبه المونتاج كانت زعلانه عشان ما كانتش موجوده في المعركه. نسيونا. انت مونتاج لهم، وانا اعتذرت لهم، ده حقيقي. احنا من قبل ما نتكلم وقلت لهم ان شاء الله هتبقوا معانا وهتبقوا في اللجنه العليا وهتبقوا في التحكيم وفي كل حاجه. وبحييك على المهرجان الحقيقه، عظيم اشرف زكي، برافو يعني. طبعا والله انا الله. يعني عظيم، انا عايزه انتمي للمهن التمثيليه، مش انا قلت لك خدني من زمان. يا فندم ده شرف لينا. دكتور اشرف بيحتوي فعلا. والله شكرا دكتور اشرف زكي على كل المجهود وكل الاهتمام، مش بس على المهرجان، على كل حاجه، على رعايتك لكل الناس الحقيقه. شكرا يا دكتور اشرف. شكرا يا دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه.